Protocolaire du discours d'ouverture commence par vous souhaiter la bienvenue. J'ai toujours eu un plaisir réel et sans cesse renouvelé de le faire pour chacun et chacune des participants à notre édition de ce forum. Mais cette année, je voudrais commencer par m'adresser à notre jeunesse. هذه النسخة الثالثة أو الدورة الثالثة من المنتدى كنذكر أن الدورات السابقة كانت ناجحة وسمحت لنا اليوم أن نتموقعوا سواء في إفريقيا أو مع أوروبا وتعزيز تشبيك العلاقات ديال الغرفة مع الغرف الأخرى ومع الفاعلين والمؤسسات الأجنبية وهذا الشيء اللي سمح لنا اليوم أن هذا الشيء كيعكس كذلك التوجه ديال هذا المنتدى والتوجه ديالو الافريقي وكيعكس كذلك الانخراط ديال الغرفه في التوجيهات الملكيه الساميه ديال يعني تعزيز العلاقات مع افريقيا سمح لنا هادشي اننا ننظموا في نفس الوقت مع المنتدى الدوره 45 للجمعيه العامه للغرف الفرنكوفونيه والافريقيه وطبعا هذه غتكون مناسبه باش ندرسوا مع الاخوان اللي جايين من ازيد من 30 دوله فرص الاستثمار وكيفاش نشتغلوا جميع باش نحسنوا الجاذبيه ديال الجهه والتنافسيه ديال المقاوله داخل جهه فاس مكناس كنعرفوا بان كاين 5 ديال الجامعات كبيره وكاين 100,000 ازيد من 100,000 طالب وطالبه وهذا كنظن ان هذه هي الثروه الحقيقيه اللي كاينه داخل جهه فاس مكناس واللي خصها التثمين والتتبع والمواكبه باش نساهموا كاملين مع هاد الشباب باش يوصلوا للاهداف ديالهم وينشئوا المقاوله ديالهم وينجزوا المشاريع ديالهم ونضمنا واحد المسابقه كانت واحد التجربه اولى بالنسبه للغرفه وكانت هذيك مناسبه عبرت فيها في الافتتاح على السعاده ديالي لان كانت اول مره شفت بزاف ديال الشباب داخل الغرفه وهاد الشباب كلهم عندهم مؤهلات وباقي الشباب ديال الجهه عندهم مؤهلات وعندهم كفاءه وخصهم يشتغلوا الدوله كدير واحد المجهود كبير في تشجيع المقاوله الشابه ودورنا ان نعرفوا بهاد المجهودات ولكن حنا واعيين ان مازال خاص مجهودات اخرى وحنا هذه هي الوجهه باش نناقشوا هاد المجهودات اللي خصهم يداروا باش نشجعوا الشباب المقاوله طبعا الشراكات ماشي فقط مالاغا كانت مالاغا هي شراكة بالنسبة لنا مهمة لأن من ضمن الأمور اللي كنشتغلوا عليها هو تحسين الارتباطية ديال الجهة عبر خلق واحد الخط جوي ما بين مالاغا وفاس وكنظن على أن اليوم نجحنا في 90% باقي ما تعطاش الانطلاقة ديال هذا الخط ولكن هذا الشيء غيحسن كذلك الارتباطية ديال فاس وديال جهة فاس مكناس ويحسن كذلك مجال في المجال السياحي ومجال ديال الصناعه التقليديه ومجال التجاره ومجال الاستثمار لان المستثمر خصو كذلك تيشوف الارتباطيه ديال الجهه قبل ما يشوف فين غيستثمر قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي